اهلا بيكم وحلقه جديده من الاهلي خط احمر. ولو الاهلي خط احمر فالوطن هو كل الخطوط الحمراء. حلقه في ذكريات اكتوبر المجيد، ذكريات النصر والعبور اللي كان النادي الاهلي جزء منها بدوره الوطني على مر التاريخ. النادي الاهلي اللي في 67 تحول اعضاؤه لمجندين ومتطوعين في الجيش المصري، والسيدات والفضليات من الاعضاء كانوا متطوعات في حملات التمريض للجرحى والمصابين. وفي 73 وذكرى النصر 8000 متبرع في الدم بعد بداية الحرب كانوا موجودين في حملة ومبادرة عظيمة جدا يا أسامة. أولا أهلا بك يا فارس، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وأهلا بكل مصري في كل مكان، بل أهلا بكل مواطن عربي في كل مكان في ذكرى السادس من أكتوبر 1973، لأن بعتبر الحرب دي هي حرب كل العروبة. الجيش المصري العظيم هو من قاد المعركة، هو من قاد حرب التحرير سيناء، ولكن كانت جهود عربية جليلة مع مصر والجيش المصري، وطبعا النادي الأهلي جزء لا يتجزأ من الوطن المصري، بل جزء أصيل ودوره الوطني مشهود ليه بالتاريخ. والأهم كمان إن حتى ذكريات انتصار أكتوبر وفقت تماما ذكريات انتصار النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي من عام 1973 حتى وقتنا الحالي مفيش حاجة اسمها موسم صفر بطولات، 81 بطولة على الأقل، بطولة كل موسم من بعد انتصار أكتوبر، ليكون انتصارات النادي الأهلي امتداد قروة فارس لانتصارات أكتوبر العظيمة. ارتباط شرطي بين العبور والنصر وبين قدرة النادي الأهلي على الانتصار دايما، وتكامل ما بين دور النادي الأهلي الوطني، ودايما هتلاقي المناسبات الخاصة بالوطن النادي الأهلي ليه لمسة وبصمة واضحة فيها يا أسامة. بالتأكيد، وهو ده دور حتى مش النادي الأهلي بس، دور أي نادي وطني، كل الأندية بنلتمس فيها أكيد الوطنية، لأننا في النهاية كلنا كمواطنين، كلهم في أي مجال هو في النهاية بيخدم الوطن من خلال مجاله. هنروح بربط بين اللي حصل الأسبوع اللي فات واللي تعرض ليه الكابتن محمود الخطيب الرمز الأهلاوي ورئيس النادي الأهلي من انتقادات، وهنتكلم عن جمهور النادي الأهلي إزاي شاف ده وإزاي حس إنه هو كله لازم يتكاتف خلف النادي الأهلي وخلف كابتن محمود الخطيب اللي دايما يا جماعة بناخد منه القدوة والمثل والأخلاق، نموذج الرياضي اللي طول عمرنا بنقول إنه هو متكامل، عمرنا ما سمعنا كابتن محمود الخطيب بيسيء لحد، عشان كده رد فعل الجمهور كان انتصار لفكرة كل ما هو أخلاقي وكل ما هو بيمثلهم عن أي شيء جميل وعن أي شيء صح. بالفعل يا فارس، وأكيد طبعا بما أننا مهتمين بالفقرة الأولى، فقرة السوشيال ميديا، كان أهم حدث على السوشيال ميديا خلال الأسبوع اللي فات هو دعم الكابتن محمود الخطيب. يمكن كمان تويتر كابتن محمود الخطيب تصدر هاشتاج الخطيب جمهوره خط أحمر، ودي طبعا صورة من موقع الفجر على ما أعتقد. الخطيب جمهوره ملايين يتصدر تويتر، ومغردون الأهلي والخطيب خط أحمر، وكل من هو مواطن مصري شريف وقدوة وقيمة وإخلاق في هذا الوطن هو خط أحمر. اغتيال الرمز يا فارس اللي هو المعنوي أو الاغتيال المعنوي لرمز وقدوة كبيرة أيا كان، كابتن محمود الخطيب اللي بنكلم له كل تقدير واحترام، أو أي شخص آخر في مصر بيمثل كادر أو وجهة لمصر في الخارج، أعتقد اغتياله معنويا أو التعدى عليه هو خط أحمر، شيء مرفوض يا أحمد. وأنا كنت بدردش معاكم في حاجة قبل الحلقة، كنت بحكي لهم حاجة واتكلمنا أن لا إحنا هنقولها على الهواء، طفل من صعيد مصر البسيط، أهلاوي، جده أهلاوي، والده أهلاوي، عنده مجموعة من الصور في البيت جده كان حاططها لكابتن محمود الخطيب، الطفل من بني مزار. الطفل ده لما سأل جده في مرة قال له أنت ليه حاطط الصور بتاعة محمود الخطيب دي كلها؟ قال له لأنه هو جمع بين حاجتين، الأخلاق والمهارة، وممكن المهارة تروح إنما الأخلاق عمرها ما تروح. الطفل ده كان بيروح في مدرسته، عنده أستاذ عبد الجواد مدرس اللغة العربية، دايما في بداية الحصة بيكتب لهم إنما الأمم الأخلاق وما بقيت. رجع الطفل أحمد زي ما قلت لك بكل بساطة وبيقول لجده ده أستاذ عبد الجواد كان بيتكلم عن كابتن محمود الخطيب.
فالولد ربط بين فكرة الأخلاق اللي هو كلمه عليها وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وفكرة كابتن محمود الخطيب. أنا عايز أقول حاجة، لما الأطفال، لما الشباب، لما الناس اللي شافت نموذج كابتن محمود الخطيب القدوة واللي عمره ما تجاوز في حق حد بيتعرض لده، إحنا بنشوه مفاهيمهم الفكرية، بنخلق من الجيل اللي طالع مفاهيم مشوهة. لازم نحافظ على رموزنا، لازم نعرف إن الناس دي تستحق منا أكتر من كده. لما أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يا أحمد بيكرم أو بيتكلم عن دور كابتن محمود الخطيب في تطوير الكرة الإفريقية، لما كل الناس في كل التكريمات بتشيد بكابتن محمود الخطيب ودوره، يبقى لازم نبص للموضوع بأن إحنا بنتناول رمز مصري أهلاوي وطني محترم. بالتأكيد يا فارس، وكمان إنفانتينو بيتكلم عن تكريم كابتن محمود الخطيب في صناعة أو في تطوير اللعبة في أفريقيا، وده تعدى دوره كلاعب بل كمان لرؤية في صناعة الكرة الأفريقية أو في تطور الكرة الأفريقية. بحيث البعض اللي بيتكلم عن أن كابتن خطيب كان أسطورة كروية، لكن على الوضع الإداري الوضع مختلف، أعتقد أن ده رد عملي جدا خطاب إنفانتينو للخطيب وشكره عليه. وكمان اختيار كابتن محمود خطيب سفير لأمم أفريقيا 2019 غير تكريم الفرنس فوتبول، مش بس عشان كان أفضل لاعب، لا كمان اللاعب التاريخي وسط أربع لاعبين منهم محمد صلاح وتريكا وعصام الحضري. وفي 2010 اختيار جنوب أفريقيا من أساطير كرة القدم قبل المونديال، غير طبعا التكريمات التربوية من الجامعات والمحافظات ومؤسسات تخضع للدولة. يا أحمد تعي جيدا قدر وقيمة كابتن محمود الخطيب من محافظين لرؤساء جامعات، كلهم أشادوا بكابتن محمود الخطيب ودوره، وكان التكريمات دي بمثابة حاجة دعم معنوي للكابتن محمود الخطيب وهو يستحقها للأمانة. ده عايز أقول كمان أن التكريمات دي بتيجي في وقت من الأوقات اللي بيكون الانتقاد موجه لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اعتاد أن هو ما يردش عن نفسه، وأعتقد إن شاء الله يعني يستمر معانا على هذا النهج، وهو مش هيغير النهج ده، هو مش هيرد عن نفسه، ولكن العناية الإلهية بترد أو بتعطي كابتن محمود الخطيب حقه فوراً. اي تطاول او اي تجاوز او حتى اي انتقاد بيمس الكابتن محمود الخطيب بياتي العناية الالهيه بالتكريم من احد الجامعات او احد المؤسسات او احد مؤسسات الكره العالميه، سواء الفيفا او الكاف، او كمان يكون رد من رد الاساطير. انا عايز اقول ان الكلام ده مش بس وقت حالي، لا ده الكلام ده قديم جدا. كابتن محمود الخطيب في نهايه سنه 1983 بيتعرض لحمله تشكيك زي اللي اتعرض لها كابتن محمد في 2012-2013، فكرة المستوى وأشياء من هذا القبيل، عشان يطلع يرد أسطورة نادي الزمالك الراحل الكابتن إبراهيم يوسف. وتعالوا نشوف لما أسطورة تتكلم عن أسطورة تتكلم إزاي. كابتن إبراهيم يوسف بيقول: أعتز وفخور بوجود الخطيب ككابتن للمنتخب، إنه محبوب من الكل وبلا استثناء، وهو كابتن بكل معنى الكلمة، ويحظى باحترام وثقة الكافة. النقطة الأهم بقى إنه يغفل حقوقه ولا يطالب سوى بحقوق الآخرين، ولذلك رفض مكافأة عن مباراة لم يلعبها. كابتن محمود الخطيب وهو لاعب لم يشارك مع منتخب مصر للإصابة رفض يتسلم مكافأة المباراة دي. مش كده وبس، بيقول: وإنني أندد وأستهجن أي كلمة تهجم على الخطيب، فذلك خطأ جسيم، لقد جرح الأمر مشاعرنا كلنا، وكأنك بتتكلم يا كابتن إبراهيم بلسان حالنا جميعا الآن. وإذا كان يتعرض للتهجم بعد ذلك التاريخ الحافل، فماذا سيصيبنا نحن بعد ذلك؟ ومن العيب أن يكون النجم مصري شعبية جارفة في الدول العربية ثم يهاجم في بلده لمجرد عدم التوفيق. ده حديث أسطورة. لما تتكلم عن أسطورة بيكون كلام لا يخلو من الاحترام، بيكون كلام منصف، بيعطي كل ذي حق حقه. فالكابتن خطيب لو حد حابب يديه حقه لازم يكون على قدر الكابتن محمود الخطيب. والناس اللي بتزعل ان كابتن محمود الخطيب بيتكرم، يا سيدي بلاش تنتقده، لان كل ما تنتقده هيتكرم فهتزعل اكتر. اعتقد يا فارس رد الكابتن ابراهيم يوسف رد سنة 1984 ده، انا عايز اقول لك بالمناسبة كمان في الوقت اللي كان يعني البعض بيتكلم عن مستوى كابتن محمود الخطيب، فرنسي فوتبول بتعلن في نفس اليوم عن حصوله عن افضل لاعب في افريقيا كاول مصري، وظل اول مصري او المصري الوحيد الى ان اتى محمد صلاح. حبينا بقى نتكلم في فكره مختلفه. الناس بتقول كابتن محمود الخطيب لو هيرد او هيتكلم ممكن يقول ايه. زميلنا عماد محروس عمل فيديو جميل جدا
بيعبر عن فلسفة كابتن محمود الخطيب في المواقف اللي زي دي. نشوف الفيديو. محدش قال إنها سهلة ولا حد هيسيبها لك كده. اللي طول عمره حطك في دماغه وحالف إن عمرك ما هتبقى حاجة. اللي بيتعبوا علشان تفشل أكتر ما بيتعبوا علشان هم ينجحوا. اللي بوشين قمت وقعت كل مصلحة بالنسبة لهم. اللي ما شافوش قوتك وكتفوك وفهموك ان ده اخرك وهم ما يعرفوش ان ده اولك. اللي حيموتوا ويركبوا على نجاحك وتركي انت بقى. اللي عايزين يشتروا مجهود سنين ويبيعوك في ثانية. اللي واخدينك كوبري. اللي كارهينك لمجرد انك من الناحية التانية. هنقول لهم ايه؟ مش هنقول، هنلعب رجالة. ما تخليش حاجة توقفك. محدش قال انها سهلة ولا حد هيسيبها لك كده. اللي بيتعبوا عشان تفشل اكتر ما بيتعبوا عشان ينجحوا. كابتن محمود الخطيب اتكلمنا عنه، عن قيمته وقامته، مفيش كلام يوفيه حقه بدون اي تجاوز في اي حد، ولكن حبينا نقول ان كابتن محمود الخطيب مكانته في قلوبنا هتفضل راسخة وثابتة. ولكن لو هنتكلم عمليا وبالارقام فلنا حديث اخر. هو احنا طبعا التجاوز اللي تم الكابتن محمود الخطيب او مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل خدوا سكتهم القانونيه، ولكن خلينا نتكلم عن فكره. هو نقد بقى، انا هعتبر ان كلمه فاشل هعتبرها نقد، لان احنا كلنا معرضين ان احنا يجانبنا التوفيق في مرحله من المراحل فنفشل في تحقيق هدف ما. ولكن كابتن محمود الخطيب منذ أن تولى رئاسة النادي الأهلي أكيد في بعض الإخفاقات موجودة، ولكن أكيد نجاحات كبيرة جدا، وده دفع صفحة ألعاب صلاة الأهلي إنها تعمل إحصائية عن بطولات النادي الأهلي في ظل رئاسة الكابتن محمود الخطيب منذ 30/11/2017 على مستوى ألعاب الصلاة. وهي حاولت تقارن الامر طبعا بالمنافس التقليدي محليا للنادي الاهلي، نادي نكن له كل تقدير واحترام ونادي عريق وهو نادي الزمالك، حتى تظهر الصوره كامله للمشاهد عن مدى تفوق الكابتن محمود الخطيب بتحقيق 40 بطوله، او النادي الاهلي في رئاسه الكابتن محمود الخطيب بيحقق 40 بطوله في العاب الصالات، منهم 13 بطوله في الطايره، زائد 8 بطولات في السله، زائد 9 بطولات يد، زائد 10 بطولات تنس طاولة. والحقيقة هم لما جم يقارنوا بنادي الزمالك آخر سنتين كان الوضع الأرقام أقل من 15 بطولة، فهم قارنوا السنتين بتوع رئاسة الكابتن محمود الخطيب بآخر 5 سنوات لنادي الزمالك اللي وصل بطولاته في آخر 5 سنوات إلى 15 بطولة. يعني الكابتن محمود الخطيب لو قعد ما حققش أي بطولات، لو قعد إيه ده، لو قفل النادي حاليا وما اشتركش في أي بطولات لغاية انتهاء فترته الانتخابية، أعتقد ما فيش نادي في مصر هيحقق البطولات اللي حققها في ألعاب الصالات يا فارس. أكيد يا أحمد، ومش كده وبس، إحنا لو هنتعامل مع فكرة ألعاب الصالات إن هي قد يكون الجمهور مش ملم بشكل كامل بعدد البطولات وفقا للمقارنة، فهنروح للكريزة بتاعة التورتاية اللي هي كرة القدم. في الفترة من 30/11/2017 لحد دلوقتي، ودي بداية ولاية كابتن محمود الخطيب، النادي الأهلي شارك في بطولتين دوري حقق الاثنين، شارك في بطولتين كاس حقق بطولة، سوبر مصري بطولتين حقق بطولتين، دوري أبطال إفريقيا بطولتين لم يحالفوا التوفيق في أي بطولة، المجموع 8 بطولات حقق منهم 5. في نفس الفترة لنادي الزمالك الدوري مرتين لم يوفق في المرتين، الكاس بطولتين خد منهم 1، سوبر مصري بطولة فشل فيها، الكونفدرالية بطولتين خد منهم 1، المجموع 7 بطولات خد منهم 2. 8 بطولات النادي الأهلي خد منها 5، الزمالك 7 بطولات خد منهم 2. لو احنا بنتكلم عن مقياس النجاح فالنادي الأهلي هو الترجمة الحرفية لكيف تكون ناجح. بالتأكيد، وأعتقد كمان في بطولة ليه 7 بطولات للزمالك، لأن الزمالك فشل في أنه ياخد مركز تاني في الدوري أو ياخد بطولة كاس في أحد المواسم، فبالتالي ما قدرش أنه أو يؤهل لمباراة السوبر. طبعا تقييم واضح والأرقام خير دليل، ودي كانت آخر فقرتنا النهاردة في فقرة السوشيال ميديا. نطلع فاصل ونرجع إن شاء الله على الفقرة التانية. اوعى تروح في اي حته.
اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الثانيه في برنامجنا الاهلي خط احمر ونثبت الحقيقه بنلقي الضوء على الاحداث اللي بتتم داخل ملعب المباراه خلال اسبوع. اعتقد كان النادي الاهلي قدم مباراه جيده جدا امام كانو سبورت. طبعا المباراه كانت مضمونه بنسبه كبيره اللي فزنا في الخارج 2-0، والمباراه الثانيه وهي المباراه اللي بالنسبه لي كانت الاكثر اهميه، مباراه الانتاج الحربي خاصه مع فريق بيجيد التكتلات الدفاعيه ومع مدرب بنعاني منه كثيرا على عكس ما يروج البعض. لكن بعد النتيجه الفوز للنادي الاهلي بربعيه كما توقعنا ان خرجت بعض الاقلام تشكك في الكابتن مختار مختار واداء مبارياته قدام النادي الاهلي. الغريب لما نستعرض اداء مباريات الكابتن مختار مختار بمعظم الفرق اللي دربها امام النادي الاهلي اللي هي زي غزل المحله وبتروجيت والمصري والاتحاد وانبي والانتاج، مع احترامي لكل الفرق هي فرق في منتصف الجدول، هتلاقيه مع غزل المحله لعب مباراتين تعادل مباراه وهزيمه مباراه. عايز افكركم بس ان دي كانت في موسم 2002 2003، وكانت الهزيمه في غزل المحله الدور الاول بهدف الكابتن سيد عبد الحفيظ في الدقيقه 88 تقريبا، وفاز النادي الاهلي 3-2. لكن في القاهره والنادي الاهلي في طريقه للحصول على درع الدوري بيحقق تعادل في ملعب النادي الاهلي، تعادل كان كفيل ان هو يخلد اسطوره اسمها دوري سيد عبد النعيم. لو النادي الاهلي كان فاز بالمباراه دي اعتقد ما كانش في حاجه اسمها دوري كابتن سيد عبد النعيم، وحرم النادي الاهلي من تحقيق لقب. ده الكابتن مختار امام بتروجيت تفارس عامل 9 مواجهات، 2 تعادل و7 هزائم، امام المصري مواجهتين 1 تعادل و1 هزيمه، امام الاتحاد 2 تعادل، امام انبي مباراه اتهزم فيها، امام الانتاج 6 مباريات اتعادل مباراتين. الحقيقه كابتن مختار اجمالي المباريات 22 مباراه، تعادل 8 هزيمه 14. بس فكره ان تعادل 8 تشوفها حاجه مش انجاز للكابتن مختار، يبقى اسمح لي اعيد حساباتك او اخليك تبص للامور بزاويه صحيحه ومنطقيه. كابتن مختار اتعادل مع النادي الاهلي موسم 2016 2017 ذهابا وايابا، في الوقت اللي النادي الاهلي بقياده كابتن حسام البدري فاز على الزمالك ذهابا وايابا. لما تيجي تراجع اخر 22 مباراه قمه اهلي وزمالك في الدوري، هتلاقي ان نتائج الزمالك مع 22 مدير فني اجنبي ومصري لم تتخطى الكابتن مختار غير بفوز في مباراتين. دي المدربين او دول المدربين الفنيين 22 مدير فني من 2006 اللي هم اخر 22 مباراه دوري، بما ان الكابتن مختار لعب 22 مباراة معنا في الدوري. الحقيقة دول مصريين وأجانب فشلوا جميعا في تحقيق ما حققه الكابتن مختار، بل أدي النتائج بتاعت نادي الزمالك 22 مباراة، 22 مباراة مواجهة في الدوري، 2 فوز 8 تعادل 12 هزيمة، يعني متفوقين على الكابتن مختار بفرق الإنتاج الحربي وغزل المحلة وبتروجيت وإنبي مع احترامي ليهم جميعا بفوزين، كانوا واحد في دوري محسوم مدير فني خد أجازة، واللاعبين كمان 9 لاعبين خدوا أجازة، واحد تاني كان بحكم مصري بعد غياب طويل الحكم محمد الحنفي وبرضه كان دوري محسوم. فما تطلبش من كابتن مختار مع فرق في وسط الدوري يحقق اللي فشل فيه 22 مدير فني اهلاوي ومصري واجنبي قدام النادي الاهلي. اعتقد الارقام رد احمد دليل. واحنا عايزين نتكلم في حاجه واضحه جدا، انت لما تيجي تاخد كابتن مختار كمثال عشان انت تروج لفكره ان النتائج دي قد توحي بفكره ان المباريات كابتن مختار كان فيه هزيمه دايما او النتائج سلبيه، طيب انا هكلمك بنفس المنطق اللي انت بتتكلم بيه. كابتن احمد حسام ميدو في مواجهه نادي الزمالك نقدر نعرض الصوره، هو لعب 5 مباريات 4 هزائم وتعادل 1، استقبل 8 اهداف وسجل 2. عايز اقول حاجه يا احمد بالنسبه لكابتن احمد حسام ميدو، الاحصائيه دي لها شقين. كابتن احمد دايما بيشتكي من التحكيم في مواجهه النادي الزمالك، لو احنا هنتكلم ان هنا الاسباب فنيه ان في 5 مباريات تخسر 4 مباريات وتتعادل مباراه وتفشل ان انت تفوز على الزمالك في اي مباراه والهزيمه 4 مباريات، هنا لو ده فنيا فهنا احنا قدام مشكله. طب لو الموضوع له علاقه بالتحكيم فالمصيبه اعظم يا احمد بالزبط. ويبقى الوضع مختلف تماما بالنسبة للكابتن أحمد حسام ميدو. فقبل ما تفكر في الإحصائية شوف الوضع المشابه إيه. كابتن مختار له منا كل الاحترام يا أحمد، مدرب مجتهد جدا، مدرب متطور، تاريخ قدر يوصله سنوات في الدوري الممتاز، نتمنى المدربين الواعدين الآخرين يقعدوا المدة اللي قعدها كابتن مختار كتاريخ تدريبي طويل وعظيم.
نقطة برضه حابب أركز فيها يا فارس، ما ينفعش أعقد مقارنة بين مدربين مصريين في الدوري المحلي ونتائجهم مع الزمالك وقارنها بالنتائج مع النادي الأهلي، لأن الحقيقة لو جيت عملت إحصائية لمدربين بقالهم 10 سنين في الدوري المصري مش هتلاقي أي مدرب سجله يخلو من فوز على نادي الزمالك، لكن كتير جدا ومدربين كتير جدا هتلاقي سجلهم أمام النادي الأهلي صعب جدا تلاقي فيه فوز، زي ما استعرضنا 22 مدير فني لنادي الزمالك. أعتقد قفلنا موضوع المقارنات، واللي يقدر يعمل نتائج كابتن مختار مع النادي الأهلي يبقى يورينا نفسه. نروح بقى لمقارنة جديدة وهي مباراة الإنتاج والنادي الأهلي اللي قدر فيها النادي الأهلي واثق الخطوة يمشي ملكا قدر يفوز في المباراة 4-0 بنتيجة وأداء، والأهلي جمهوره بدأ يحس بالاطمئنان وبدأ يحس ان في حاجة مختلفة بتتعمل. ده في واحد كتب بوست عجبني جدا قال لك الأهلي مش محتاج تحليل فني، ده عايز حد يرى المعوذتين. احنا كلنا كان حتى رد فعلنا بعد المباراة ان احنا خايفين نستغرق في الفرحة، الفرحة اللي بيشوبها الحذر شيء مهم جدا، خصوصا لما نبص على الأرقام يا أحمد. نستعرض الأرقام، 9 ركنيات للنادي الأهلي مقابل 3 للإنتاج، الاستحواذ كان 57% مقابل 43 للإنتاج. حابب أقف عند نسبة التمرير، عدد التمريرات 573، رقم كبير جدا في كرة القدم بيدل ان انت قد ايه بتدور الكرة على الارض. ده برضو شفناه في المباراة السابقة قلنا عليها مع سموحة، ولو قارنا بمباراة الزمالك في نهاية الدوري ومباراة المقاولين رغم ان انت قدرت تفوز في المباراتين ولكن كان معدل التمريرات اقل بكتير جدا. لما يبقى معدل التمريرات الكبير ده دقة التمريرات 87%، 25 عرضية مقابل 15، محاولات على المرمى 18 مقابل 8، 6 محاولات بين القائمين والعرضة، دي أرقام يا أحمد بتاعة فريق مستحوذ. الغريبة أن كابتن مختار بعد المباراة كان بيتكلم أن الأفضلية كانت في الشوط الأول اللي الأهلي أكتر كمان، يعني تخيل أن النادي الأهلي في الفترة اللي كان موفق فيها، ما كانش موفق فيها ولكن كان أفضل فنياً داخل المباراة، كان استطاع يسجل عدد أهداف أكبر، كانت النتيجة هتكون أكبر بكتير جداً من 4. بالتأكيد، والأرقام بتعكس شغل المدير الفني اللي الحقيقة بدأ يكون فيه تطور ملحوظ على بعض اللاعبين تحت قيادة مستر رينيه فايلر، وأهمهم الكابتن رمضان صبحي في تحركاته، والتاني مباراة على التوالي في الدوري المصري كابتن رمضان صبحي بيسجل هدفه الثاني، مباراة افتتح بيها الموسم هدف، وكمان مباراة الانتاج الحربي هدف. وتحركات رمضان صبحي يا فارس اعتقد اختلفت تماما، وبقى بيقطع وبيدخل على المرمى، وكمان قلنا رمضان ينفرد يبقى لازم فينش عالمي ولازم يسجل. تطور ملحوظ ولكن هنتمنى ان هو يستمر على المدى البعيد، زي ما كمان تطور حسين الشحات مستمر معانا. حسين الشحات اخر 8 مباريات يا احمد مشارك في 14 هدف، ان شاء الله بنحتاج اكتر برضو بطولات بركات ومقارنه بركات، ولكن انت على بدايه طريق بركات الصحراوي، بس ده هو انت جايب له رقم مرعب يا راجل، رقم لازم نقف عنده، مشارك في 14 هدف سجل 8 وصنع 6 في اخر 590 دقيقه. هو ده اخر 8 مباريات بس، لو هنتكلم عمليا ال 590 دقيقه حوالي 6 مباريات ونص، لما تشارك في 14 هدف ولك 20 محاولة على المرمى منهم 14 ناجحة ومراوغات 43 منهم 29، فحسين الشحات بدأ يعرف الطريق الصح لدخول قلوب جماهير النادي الأهلي في الملعب زي ما دخلها بره الملعب أول ما أعلن النادي الأهلي. وأعتقد حسين شحات خلص 100 مليون من فلوسه، ناقص حوالي 50 كده إن شاء الله. المراوغات دي أنت حاسب مراوغات ناجحة 29، حاسب مراوغة ماتش الزمالك بمراوغة الإنجاز؟ لا، اصل حسين حاسبها باتنين. باتنين حسين خلاص ماسكها علينا، يعني خلاص بيجي يقابلنا دلوقتي يتكلم على الجون التاني اللي هو جابه في الزمالك. هي حسين الشحات لقطه كانت رائعه، اتمنى ان حسين الشحات يبدا يستغل ده ويبدا، مش عايزين يصيبه الغرور ويفضل زي ما هو حسين كده قاتل مبتسم، احنا بنحس بيه في اللحظه اللي بيسجل فيها الهدف، وتحركاته بدات تتغير تماما برضو على طريقه رمضان، واعتقد شغل المدرب معاهم بدا يوضح، واهم حاجه اللي بناكد عليها دايما الاستمراريه. انا بس عايز اكد على حسين ان احمد اسامه من اكتر من 2-3 هو اول من قال ضموا حسين الشحات للنادي الاهلي، هو عارف كده كويس. خلاص خلصنا مباراه الانتاج، لكن عندنا فقره جديده ان شاء الله هنبدأ بقى بيها، بما ان الأخطاء التحكيمية زادت هنسمي الفقرة في الصندوق، هيبقى معانا صندوق كده بعداد نقعد نحسب عليه الأخطاء التحكيمية
ونتمنى يعني تكون الاخطاء التحكيميه مش محتاجه صندوق كبير، يعني لان احنا عاملين حسابنا في صندوق كده للدور الاول، فلما نيجي نستعرض مباراه الاول مرتين اللي تموا سواء الاهلي مع الانتاج الحربي او الزمالك مع المقصه، المقصه ما زال بيتم عقابه امام الزمالك وكمان ما بيتحسبوش ركلات جزاء، يعني في ركلتين جزاء واضحين جدا، واحنا مش هنستعرض ارائنا، هنجيب راي خبير تحكيمي. بعض بينادي بعدم وجود خبراء في الحكام موجودين في الاستوديوهات التحليليه، اعتقد مفيش حد من النادي الاهلي رفض ده، فبالتالي اللي عنده اخطاء تحكيميه او اللي فيه بيحس بمساعدات تحكيميه اكيد هيرفض وجود من يحلل الاخطاء دي. نطلع نشوف الاخطاء التحكيميه في مباراه الزمالك والمقصه ومباراه الاهلي والانتاج الحربي اللي كان فيه ركله جزاء واضحه جدا لرمضان صبحي بصوت كابتن احمد الشناوي، ونرجع تاني. يبدو ان احنا محتاجين استفسار عن قانون ركلات الجزاء في مصر، هل في قاعدة موجودة أو في حاجة تنص في اللائحة؟ والسؤال للأستاذ عمرو الجنين الزملكاوي المتعصب، هل يوجد في اللائحة ما ينص أن نادي الزمالك لا يحتسب عليه أي ركلة جزاء؟ لأن الأمر تكرر بشكل بشع، نتمنى يكون في رد على الموضوع ده. لو الزمالك مش مقرر أنه يتحسب عليه ركلات جزاء يبقى عشان ما نجيبش بقى أخطاء تحكيمية ونلغي فكرة الصندوق اللي احنا حطينا فيه أول ثلاث نقط. كابتن الشناوي قال لك إيه؟ إيد ورجل، قدم ويد. يعني هو ممكن إيد ورجل ما جاتش قدم ويد. ما احنا قلنا ضربة الجزاء مش هتحسب على الزمالك غير لو اللاعب خرج على المستشفى. أعتقد ده السيناريو السنة دي. ده بخصوص مباراة الزمالك والمقصة. طب بخصوص النادي الاهلي والانتاج الحربي، ومحدش يقول اصل احنا فزنا 4-0. انا فزت 4-0، اداء ممتاز جدا، نتيجة واداء مسيطر تماما، لكن حقي لازم اخده وانا كويس او وانا وحش، لان ده في النهاية حقي حتى لو كان غير مؤثر، ولكن ده بيخلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي. هل برضو سؤال تاني موجود في اللائحة ان النادي الاهلي لا يحتسب له اي ركلات ترجيح او ركلات جزاء؟ نشوف ركلة الجزاء رمضان صبحي برضو بتعليق الكابتن احمد الشناوي ونرجع تاني. اعتقد الصورة خارج دليل ومش هنتكلم خلاص، عملنا الصندوق بتاع لجنة الحكام، بس انا خايف اعمل صندوق جنبي الناحية التانية وابقى قاعد وسط صندوقين كده عن لجنة الانضباط، لان التصرف اللي حصل من كابتن طارق حامد يستوجب ايقاف من مباراتين لاربعة. هتقول تقرير الحكم والحكم ادى انذار قبل ما يدي الطرد عشان يغيب مباراة واحدة، هقول تم عقاب شيكابالا، رمضان صبحي، حسام عاشور، كابتن حسام عاشور عن طريق الفيديو. اعتقد الفيديو واضح جدا لسوء سلوك من الكابتن طارق حامد. وبرضه سؤال للاستاذ عمرو الجنايني، هل تخشى ايقاف طارق حامد مباراه الاهلي؟ على العموم عشان ما حدش يقول الكلام ان احنا بنخشى مواجهه طارق حامد، عايزين نقابل الفريق نادي الزمالك فول تيم، لكن احنا عاوزين يكون في صندوق واحد للحكام، ما يبقاش صندوق حكام وصندوق للجنه الانضباط. اعتقد يا فارس الصوره واضحه تماما. على فكره احنا مش متضررين، احنا هننتظر نشوف، واللي هيتم ارساءه كقاعده على طارق حامد هو اللي بعد كده هنحاسبكم بناء عليه. ورساله لكابتن جمال الغندور، لماذا تم الغاء الحكم الخامس؟ انا بقول ان ده فخ، الحكم الخامس كان عنده اخطاء واحيانا ما كانش بيساعد الحكم في قرارات، ولكن فكره الغاء وعدم تطبيق الفار انا حاسس ان احنا رجعنا خطوه لورا، وانا بقول ان ده فخ، اعتقد ممكن نحتاج الكلام ده نرجع له. ولكن على جانب اخر، بعد المباراه اللي تعرض فيها المقصه لظلم واضح، كانت تصريحات كابتن احمد حسام شديده الهدوء والاتزان اللي يحسد عليها. قال نستحق ركلتي جزاء اليوم وللمباراه الثانيه على التوالي، لا يتم احتساب ركلات ترجيح صحيحه لنا امام الزمالك، لكني ارفض التعليق على اداء التحكيم. حلوه يا كابتن، تاني مباراة قدام الزمالك غير مباراة دجلة الشهيرة، فأعتقد الهدوء ده تحسد عليه، وأتمنى نفس الهدوء ده تتحلى بيه دائما، لأن جزء من شعبية كابتن أحمد حسام عند جمهور الزمالك بناها على فكرة أن النادي الزمالك تحكيميا تعرض للعديد من المؤامرات، فكويس يا كابتن أن أنت تشرب من نفس الكاس. حاجة تانية، أستاذ عزيز الشافعي اللي كان بيقول إن الكورة طلعت جول الحمد لله مش تسلل، ده في لقطة سابقة قبل كده، ما بنعرفش ننام إحنا في مواقف زي دي. حاولت أكلم كابتن عزيز الشافعي عشان أسأله عن ضربتين الجزاء، ولكن للأسف قالوا لي إن هو كان نايم كويس إمبارح. صح كده يا أحمد؟ صح كده، أعتقد الأمور واضحة تماما، وأعتقد غطينا الفقرة بما بشكل كامل يا أحمد. قدرنا نوصل اللي حصل خلال الأسبوع. هنروح في الفقرة الأخيرة لفقرتنا المحببة ريمونتادا، ولكن بعد ما نرجع من الفاصل.
اهلا بيكم. وفقرتنا الاخيره ريمونتادا، والريمونتادا المره دي فيها تناقضات غريبه خلتنا محتارين احنا نفسنا واحنا شغالين الفقره. نادي الزمالك على ازمه مع الفريق السنغالي في دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي ليس طرف واحنا بنؤكد على ده. كل اللي حصل ان احنا كاهلاويه اتكلمنا عن فكره ان البلد مستقره ومصر قادره على تنظيم كل شيء، ولكن الظروف الامنيه بيكون لها اعتبارات محدده. محدش اتكلم عن ان الجانب السنغالي موقفه صحيح او خطا، محدش اتكلم ان هو بيقول ان الزمالك يتمنى يخرج من البطوله، ولكن فوجئنا بكلام احنا نفسنا محتاجين نقف عنده من استاذ احمد جمال في قناه الزمالك. نشوف الفيديو. نتكلم على موقف الذين لو انت هاجمتهم زي ما احنا دلوقتي بنتكلم على مذيعين زي شوبير مثلا، لما تيجي تتكلم على الزمالك هو بيمثل مصر في بطوله افريقيا، المفروض ان انت وان واي تاخد، او يعني طريق واحد تاخد اتجاه الممثل المصري في الكره الافريقيه في البطوله الافريقيه، وتدافع زي ما منتصر قال وتجيب كل الدفوع على ان الزمالك هو الذي يتاهل، وتجيب كل ده بشكل اعلامي لصالح الوطن لصالح مصر. الحياديه في هذا الامر من وجهه نظر الاعلاميه مش مطلوبه، لان انت في الاخر بتتكلم عن قضيه وطنيه. فكرتوني يا من تدعون ان انتوا بتتكلموا بشكل اعلامي محايد في وقت المفروض بالنسبه لمصلحه البلد ما يبقاش فيه حياديه فيما يخص مصلحه الزمالك ممثل مصر. فكرتوني بماتش مصر وزيمبابوي، فاكرينه؟ اه طبعا. اللي احنا ما لعبناش كاس عالم بسبب الاعاده، بسبب ان الراجل جه والمخرج جاب البتاع. يعني يا سيدي بكل الدنيا لو في حاجات زي كده عشان البلد اصل يقول لك ايه، تيجي تكلمه يقول لك ايه، اصل انا مخرج فانا لازم اجيب اللقطه وبتاع. اللقطه دي خلت مباراه زيمبابوي تتعاد، مش مراقب المباراه كمان، مش مراقب ده اللقطه دي، والمراقب برضه كتب، خلت المباراه تتعاد وتروح نروح ليوم ما نصعدش كاس عالم. الحياديه مش مطلوبه، دي قضيه وطنيه. طبعا الكلام الكبير ده الكلام جميل جدا 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 وما نقدرش نختلف عليه، بس نحب نشوف استاذ احمد جمال هيرد على استاذ احمد جمال ويقول له ايه. قدرا طبعا هتلاقوا ان مجموعه النادي الاهلي المجموعه الرابعه هي المجموعه الاسهل. كره عمرو مصطفى فهمي او كره الاتحاد الافريقي دي مش قصتي دلوقتي، يعني دي مش قصتي، ولكن انا بقول ان نادي الزمالك عنده ماتش صعب جدا، وعمرو عمل اللي هو عاوزه، واحنا يعني بنتفرج على المشهد. عمرو مين؟ واحد اسمه عمرو، عشان ما حدش بس ايه يمسك عليا غلطه، في واحد اسمه عمرو. عارفين مره مش عارف ايه، عارفين مين شاطر مش عارف اسمه عمرو، هو شاطر اسمه عمرو. خلاص كل واحد بيعمل اللي هو عايزه دلوقتي، وفي الاخر انتوا كلكم عمالين تموتوا نفسكم علشان الدوري، في الاخر علشان ايه؟ علشان افريقيا. افريقيا لها سكتها، افريقيا ليها سكتها، في اسقاط واضح ان الامور بتدار بشكل مختلف لمصلحه فرق. انت بتحاول تقول ان النادي الاهلي او الانديه الاخرى ليك بتاخد البطولات او بتكمل في افريقيا بشكل فيه تلاعب يا اسامه، وكنا من شويه شك واضح في فكره ده. طعم واضح مش محتاج تفسير. بعد ما قال عمرو صفات فهمي يقول لك كان في واحد اسمه عمرو، عمرو فهمي اكيد طبعا. انا الحاجه الوحيده اللي استفاد منها عمرو فهمي بخروجه من الاتحاد الافريقي ان الراجل ده تخلص من كم ادعاءات وافتراءات كاذبه عليه لا يمكن يتخيلها احد. هنكمل في المنهج ده يا احمد، ولسه اساسا هنشوف كم تناقضات رهيب جدا. لا ده انا عايز اعلق على نقطه كمان هو قالها وكويس جدا ان الاستاذ احمد جمال لفت نظرنا فيها، وهو بيتكلم عن مباراه مصر وزيمبابوي. نفس الامر اللي احنا كنا بنتكلم فيه مباراه النادي الاهلي والترجي. المهم ان اللقطه بتاعت ازارو اصلا ما كانتش في ال 90 دقيقه بتاعت المباراه، اتسربت اللقطه او طلعت اللقطه وقرار فوري من الكاف بعقوبه ازارو، والعقوبه الذكيه عقوبه مباراتين، لان لو ثلاث مباريات الاهلي كان ممكن يطعن فاللاعب يلعب مباراه النهائي او العوده. لا ده فعلا بسبب مخرج اتوقف المهاجم الاساسي في الوقت ده للنادي الاهلي، وتعرض كمان باتريس كارترون لمحاولات ومضايقات وطلبوه للتحقيق، وموضوع كبير جدا عشان لقطه. فيا استاذ احمد جمال اوعى تنسى اللقطه دي، ومش بس ان انت شككت في القرعه، اوعى تنسى كمان موقفك وقت ازمه مباراه الاهلي والترجي، وازاي كنت صانع للازمه مع كابتن رضا عبد العال لما كان في مداخله معاك. نشوف الفيديو ونرجع نعقب عليه. انت خدتني
انت خدتني في فنيات. انا عفوا يا كابتن، احيانا كثيره جدا لما المباراه بتدخل في تفاصيل غير الفنيات فممكن ما نتكلمش فيها قوي. احنا بنتكلم على حكم مباراه هو حديث الجميع في القاره الافريقيه الان، بعد التقنيه اللي هو النهارده لغاها بعناده واصراره، الحكم ده لازم يتوقف. لو الاتحاد الافريقي قوي والاتحاد الافريقي مالوش نيه ان هو يوجه البطوله للنادي الاهلي، وانا بقولها لك على الملأ اهو، لو اثبتت عليه كمان ان هو كان واخد رشوه او مش واخد رشوه، لان النهارده دي فضيحه. ده فضيحه لمصر قبل ما كل النادي الاهلي. شفت فيلم مرجان احمد مرجان قبل كده يا كابتن؟ يا كابتن عماد متعب، عماد متعب في لقطه شهيره جدا عمل كده قبل كده، وكانت لقطه شهيره جدا ان في اشاره ان الحكام بياخدوا فلوس او ان في حاجه غلط بتحصل. ايوه، وعمل بايده كده اللي هي الدولارات. يعني انا اصلا اكيد اهل مكه ادرى بشعبها، يعني اهل مكه ادرى بشعبها. الحقيقه استاذ احمد جمال، من اول مداخله كابتن رضا عبد العال هو اللي جر كابتن رضا عبد العال الكلام عن الحكم. هو بيقول له انت خدتني فنيا، انا مش عايز دي، انا احمد جمال مش عاوز دي، انا عاوزك تاخدني لسكه الحكم. فيدخل كابتن رضا عبد العال في ليله المباراه يتكلم عن رشوه بدون سند او دليل في ليله المباراه، بدل ما يقول مبروك للنادي الاهلي، لا ده دخل يتكلم وبيهدي للجانب التونسي هديه على طبق من ذهب. ده الحكم ده ممكن يكون مرتشي، وحقه معاه يكون مرتشي لانه ارتكب خطا. يعني ما قالش الخطا ده وارد، الحكم وقع في خطا فادح، لا ده كمان اسال النادي الاهلي بفكره ان في رشوه. موضوع صعب جدا، وقادوا الاستاذ احمد جمال للنقطه دي. يعني كابتن رضا داخل يتكلم فني، قال له انا مش عايزك تتكلم فني، كلمنا الحكم. لا والله بجد الواحد متنرفز، انا عمال اسمع الكلمه بتاعه قضيه وطنيه، الحياديه مش مطلوبه، وفي نفس الوقت زي ما انت قلت انا بصنع ازمه. ده هنا انا مش حيادي ولا بشارك، على الاقل يا سيدي كنت اكتفي بالحياديه. لا ده انت بتصنع ازمه للنادي الاهلي، انت بتروج، انت بتفجر فكره عشان تقول ان النادي الاهلي كان فيه رشوه وكانت البطوله موجهه او كان مباراه الذهاب فيها تدخل وده اللي شحن في مباراه العوده. بس هل دي كانت صدفه ولا ده منهج؟ احنا لو رحنا لكابتن خالد الغندور اللي دلوقتي بيقول انتوا مالكم، ومع ذلك انا باكد احنا مش طرف في الموضوع بتاع الفريق السنغالي اصلا، وفعلا ملناش دعوه، احنا لما اتكلمنا عن مصر اللي كلنا بننتمي ليها، ما قلناش اي حاجه تانية، وما تدخلناش انت صح او انا غلط او مين اللي صح او مين اللي غلط. ولكن كابتن خالد الغندور اللي دلوقتي بيقول كده، نشوف بالفيديو كان بيقول ايه في نفس الاجواء اللي كانت بتشحن ضد النادي الاهلي ده. تقييمي للحكم هقول لك حاجه واحده احمد. اولا عايز اقول مبروك للنادي الاهلي مباراه الذهاب، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس ادارته ولاعيبته وجهازه الفني، ومبروك للشركه الراعيه بقياده محمد كامل. وشها حلو على النادي الاهلي. وشها حلو. تاني بقى للمباراه. بس انت بتكلم احمد جمال، ايه اللي دخل الشركه الراعيه في الموضوع دلوقتي؟ لا ما هو الشركه الراعيه جزء من نجاح النادي الاهلي، لازم يكون الشركه الراعيه، لان الشركه الراعيه هي اللي بترعاه، وهي في حاله فوز النادي الاهلي ده شيء بيسعد الشركه الراعيه، وهي لسه كمان واخده يعني الرعايه قريب يعني، وبيسعدها لانها بتزيد من مكاسبها الماليه، وهيروح كاس عالم الانديه. فانا ببارك للجميع بما فيهم الشركه الراعيه محمد كامل. انت بتكلم احمد جمال، ما تقوليش الشركه الراعيه وتعديها كده. لكابتن رضا عبد العال الكلام مختلف. يا كابتن انا ما بتكلمش في الفنيات، لا هو واضح ان انا هنا جزء في صناعه الازمه، ما جيش بقى اقول الوطنيه والحياديه وان احنا المفروض نلتف كلنا في موقف واحد. يا سيدي حتى لو انا بقيت محايد وانت رافض ده، على الاقل انت واخد اتجاه تاني. كابتن موقف خالد غندور يعني. الحقيقه كان يعني محاسب جدا طبعا، تخلص كابتن خالد غندور او يعني المنهج بتاعه ان هو ما كانش يبارك للنادي الاهلي، ورفض ان هو يبارك للنادي الاهلي على حصوله على الكونفدراليه، اخر بطوله افريقيه خدها النادي الاهلي على اساس انها بطوله ضعيفه، ده بتصريحاته. المره دي بارك عشان يوصل الفكره ان هو يبارك للشركه الراعيه، يمكن عشان المداخله كانت على التلفزيون ومنقوله وليله المباراه كان كابتن خالد حنين شويه في الكلام، لكن لما طلع لايف يكلم الجماهير تعالوا نشوفه اتكلم قال ايه عن الحكم مهدي عبيد، وكان كلامه ازاي عن فكره رشوه الحكم. نروح بقى لمهدي عبيد ال 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 الحكم الجزائري. اقول لكم بس بعض المعلومات المهمه، الدنيا راحت فين، هل تم التحقيق معاه؟ فعلا تم التحقيق معاه وتم ادانته. وبقول لكم ان المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي عمرو مصطفى مراد فهمي مع في مجمل الكلام اللي بيتقال ان هو ما عندوش مشكله ان يتم ادانه مهدي عبيد، ولكن الادانه بتكون بعيده عن النادي الاهلي وبعيده عن مجلس اداره النادي الاهلي. حتى
لو هناك أشخاص أو شركات أو أي حد تدخل لأنه يخلي الحكم ما يكونش فير في المباراة، فهذا ليس له علاقة بالنادي الأهلي ومجلس إدارته. وإن في حالة إدانة مهدي عبيد، وهي قد تحدث خلال الأيام اللي جاية الإعلان الرسمي، لن يدان النادي الأهلي ولن لن يتم استبعاد النادي الأهلي 3 سنوات، وإن الإدانة قد تكون لأشخاص شركات وطفر بعيدة تماما عن مسؤولي النادي الأهلي. وده اللي حصل يا جماعة في جنوب أفريقيا والسنغال، إما الحكم لامتي الحكم الغاني تم إدانته رسميا بالرشوة واعترف. شوف، هو الكابتن خالد غندور عاوز الحكم يكون مرتشي، لكن احنا او عمرو مصطفى مراد فهمي هيلعب على فكره ان مش النادي الاهلي هو اللي عمل كده وان الشركه الرائعه هي اللي عملت كده. يا كابتن خالد، النادي الاهلي نادي مصري، النادي الاهلي يا كابتن خالد يا حديثكم عن الوطنيه، يا انتوا مالكم بتتكلم عن النادي وبتحطوا في وضع اتهام في فكره رشوه موجوده بس في خيال الاعلام الابيض، لان الحكم المرتشي بيتوقف مدى الحياه او بيتشتم مدى الحياه زي ما انت جبت وقلت لمبتي اللي النادي الاهلي اتظلم قدامه، هو فعلا اتوقف او اتشطب مدى الحياه. يا كابتن خالد، انت في اعتراف من الاذاعه التونسيه بتقول او بتقر بانك مش بس صانع الازمه داخليا، ده انت كمان ساعدت الجانب التونسي كتير جدا. تعالوا نشوف الاذاعه التونسيه او لقاء في الاذاعه التونسيه بيتكلم عن معد معاك اسمه ماهر جنينه قال ايه، ونرجع تاني. الحكم مش نحكي لك وياك عبوا كتير كما حدث الصباح. اول الاسبوع هذا حكي معايا صحفي من مصر، صحفي هذا يخدم في قناه ال تي سي، نسميه مثال ماهر جنينه اسمه، يخدم مع خالد الغندور في نفس البرنامج مختص في الكره الافريقيه. حكى لي واقع اسم الحكم ظهر لي الكاف اعلنت عليه قبل يوم واحد هكا ولا نعم. هو من اول الاسبوع من هلا حد يمكن قال لي راه الحكم مش يكون مهدي عبيد شرف، ومن هكا انه الاهلي بواسطه من شركه اماراتيه نسميها مثال اسمها بريزونتيشن، اللي هي واخذ النادي الاهلي وتعمل في بخومو تحب تجيبه يلعب مونديال الانديه، قال الشركه هذه نظموا تمونها مع الكاف باش 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 الحكم معناتها باش يكون مع الاهلي. بون الحقيقه كذبته انا وقتها، قلت له صحيح في ماتش في النهائي كيما هذا العينين الكل عليه صعيب باش يكون كيما هكا، لكن بصراحه الكلام اللي صار تعين اسم الحكم اللي طلع نفسه واللي صار البارح في المقابله نتاع البارح اكد لي الكلام نتاعو. نربط بشكل واضح ماهر جنينه معد مع كابتن خالد الغندور. ماهر جنينه مع كابتن خالد الغندور اللي اتكلم عن الشركه الراعيه وهو اول من اثار ده. نيجي بعد كده لخطاب مفبرك. لا بس قبل ما نوصل لخطاب انا عايز اقول حاجه. الحديث بس عشان الراجل بيتكلم لهجه تونسيه ربما البعض ما يكونش فاهم، ده هو كلمه من قبل المباراه بيوم، واخد بالك؟ وقال اتصل بيا معايا. يعني كمان بيستبق الاحداث بالزبط. قبل المباراه بيوم، ولما قال له اتصل بيك وتطلع مكالمه خاف لان الشركه الراعيه ممكن تاذيه هنا في شغله في الاعلام في مصر. يا كابتن خالد، قبل المباراه وبتبعتوا التشكيكات دي وكمان بتبعتوها بشكل خاطئ، استعرض معانا احمد الخطاب اللي بيقول بنك اصلا الشركه الراعيه مالهاش في خطاب البنك ده. مفبرك اتبعت من شركه بريزنتيشن بما معناه ان النادي الاهلي خرجت منه رشوه، اللي استدعى ان شركه بريزنتيشن خرجت بيان صحفي. انا هنا يا احمد بتستوقفني حاجه، احنا عرضنا البيان والخطاب الناس كلها عارفاه، انما احنا يا جماعه هنا عايزين نقف عند حاجه مهمه جدا. دي يا احمد ازمه صنعت بايادي مصريه، واحنا بنحضر للفقره. انا فعلا ازاي ده عدى؟ لا بجد ازاي ده عدى؟ كان معين الشعلاني مدرب الترجي في ذروه فرحته بالبطوله وجه شكره للاعلام المصري، رد لهم الجميل طبيعي. يعني بالمناسبه يعني احنا هنا طرف الاعلام الزملكاوي، الاعلام الزملكاوي اللي واقف جنبنا في ازمتنا. لا وانت تقدر تربط الخطوط بسهوله، معد اتكلم في حاجه، مقدم البرنامج اتكلم فيها بنفس الشكل، اتصدرت ازمه واتشحنت الاجواء، راح ان الفريق بتاع النادي الاهلي استقبل بالطوب واللعيبه اتضربت وكان في شحن، كل ده مين اللي خلق؟ لا واتحرمت من مهاجمك الاساسي وتمت كمان هددت او نددت بالمدير الفني بتاعك، وكمان مدرج الميراج زاد ودخلت جماهير الترجي، موضوع كبير جدا وازمات كتير جدا اتصنعت من قبل مباراه الذهاب، ده دي الكارثه. من قبل مباراه الذهاب الخطاب او المكالمه بين ماهر جنينه والاعلام التونسي، الكابتن خالد بيتكلم عن الحكام المرتشيين. يا كابتن خالد، اي حكم ثبت في افريقيا ان هو خد رشوه كان اضر الاهلي بخطا فادح في 2010،
لمبتي اللي حضرتك ذكرته بالاسم ده أضر الأهلي بخطأ فادح في الدور نصف النهائي، مش النادي الأهلي بتاع الرشوة يا كابتن خالد. ده الأهم كمان يا كابتن خالد للناس اللي بتقول أنتوا خايفين الزمالك يصعد يقابل الأهلي في أفريقيا، بالعكس احنا في أشد الاحتياج لصعود الزمالك، وربنا يوفق الزمالك ويكون في قرعة دوري أبطال أفريقيا في 2009، لأن ده لحسن بالفعل على النادي الأهلي. احنا واجهنا الزمالك في كل البطولات اللي النادي الأهلي حقق اللقب فيها، المباراة الوحيدة اللي خسرناها كانت برضو بحكم ثبت عليه الرشوة كابتن خالد باترس متابيلا، حكم مباراة السوبر الأفريقي. أي مباراة أفريقية تانية السوبر الوحيد اللي كسب ده المباراة الوحيدة اللي الزمالك كسبها، أي مباراة أفريقية تانية مفيش طبعا، والحكم ثبتت عليه الرشوة فيما بعد. عايزين بقى هم خدونا الحتة تانية خالص برضو على هامش ان احنا طرف في الأزمة. طيب انت ما بتلعبش في الإسماعيلي في الإسماعيلية ليه او في بورسعيد ليه وانت بتتكلم عن الدواعي الأمنية؟ طيب يا جماعة احنا هنا بنتكلم على الدواعي الأمنية، مش احنا معترضين الزمالك يلعب فين، احنا كنا بنتكلم في جانب آخر خالص، ان احنا بنؤكد ان مش معنى نقل مباراة من مكان لمكان ان البلد غير آمنة. انت عارف والله لو يتقال بالاسلوب بتاعك ده جماهير النادي الاهلي مش هتبقى مستفزه، مستحيل والله. لكن الكلام بيتقال لو انت ذكر كده، انا اسف طبعا، في روح العب في الاسماعيليه. يا جماعه مش كده، جماهير كره القدم شباب، نهدى شويه على الشباب، احنا كلنا في الاخر مصريين، انا اهلاوي مصري، مصري اهلاوي، اخويا مصري زملكاوي، ده اسماعيلاوي مصري في النهايه، في النهايه اخوه. ما تخلوش فكره الكوره توصل لحد التعصب والمشاجرات والحاجات الامنيه دي. احنا تناولنا في الحلقه اي حاجه تمس او تمس موقف نادي الزمالك في الموضوع، ولا هنتعرض هل لكده. ساندنا الجانب السنغالي في اي بالعكس. حاجه بالعكس، احنا بوريك انت بتعمل معايا ايه. نشوف الفيديو الخاص بموضوع الجماهير واللعب في الاسماعيليه ونرجع عندنا تعقيب مهم عليه. وانا لو عملت مداخله تليفونيه وهاتفيه دلوقتي مع مدير امن اسماعيليه، انا بقول لكم واكاد اجزم بحكم ان انا اثق جدا في الداخليه المصريه، في وزاره الداخليه، واثق جدا في كفاءه كل المسؤولين الشرطيين في مصر، فانا اعلم تماما ان مديريه امن اسماعيليه قادره على انها تامن مباراه الاسماعيلي والاهلي في بطوله افريقيا مثلا او في بطوله الدوري. انا بقول لكم الكلام ده وعلى مسؤوليتي، لان انا اثق في وزاره الداخليه المصريه. طيب ده يا جماعه ايحاء واضح ان مفيش مشكلة امنية ان النادي الاهلي يلعب في الاسماعيلية، ولكن بيتم اختلاق الكلام ده عشان النادي الاهلي ملعبش في الاسماعيلية. رد واحد بس، الاسبوع ده الاسماعيلي لعب مع النادي المصري، لا لعبوا في الاسماعيلية ولا لعبوا في بورسعيد، الاتنين لعبوا في برج العرب. طب انا عايز اعرف هنا الان النادي الاهلي مش طرف خالص يا احمد، ايه اللي هيخلي المباراة تتلعب في برج العرب والاهلي مش طرف؟ في اسباب وتحفظات امنيه، ما ينفعش يا جماعه نروج على لسان الامن لحاجات احنا مش عارفين ابعادها. الاهم يا فارس ان ده كلام بيثير الفتنه فعلا بين الانديه، جماهير الانديه. احنا النادي الاهلي مش معترض على انه يلعب في اي مكان في مصر، لان في النهايه ده وطننا جميعا، لكن الفكره كلها في لائحه، واللائحه واضحه وصريحه. تعالوا نشوف الحاج عامر حسين وهو بيعقب على موضوع لاعب الاهلي في الاسماعيليه من عدمه، عشان نرجع نشوف مين اللي مظلوم في المساله دي، الاهلي ولا الاسماعيلي. شوف فيديو الحاج عامر حسين. لان انا بقول لحضرتك احنا لو كنا عايزين نطبق اللائحه حرفيا ونزل النادي الاسماعيلي وطبقا للائحه ما فيش ملامه على النادي الاهلي ولا علينا، كنت هقول للاسماعيلي هات لي انت موافقه الامن، وانا عارف ان هو مش هيجيب موافقه الامن على الاهلي، او هات لي ملعب بديل، فكان هو هيلعب في القاهره ومش هيلعب المباراه الثانيه في الاسماعيليه. اللوائح بتريح والله. الموضوع كله ان النادي الاسماعيلي هو اللي مطالب ان هو يجيب الموافقات الامنيه لاي نادي يجي يلعب في الاسماعيليه. طيب الحاج عامر حسين سهل الامر خالص وقال بمنتهى الوضوح والصراحه، انا عشان ما اظلمش الاسماعيلي وعشان عارف ان هو مش هيقدر يجيب الموافقات الامنيه من الاسماعيليه وهيضطر يجيبها في ملعب ثاني وليكن السويس او برج العرب، بس في الحاله دي هيجي يلعب النادي الاهلي في القاهره، لان النادي الاهلي هيستطيع يجيب الموافقات الامنيه للاعب الاسماعيلي في القاهره، ودي مش خاصه بعلاقه النادي الاهلي بمراكز قوه او ما شابه، ولكن خاصه بان مفيش ازمه واحده حصلت لباص الاسماعيلي في القاهره، مفيش ازمه واحده حصلت للاعبي او جماهير الاسماعيلي في القاهره بعد المباراه. اللي كان بيحصل دايما ان الاحتجاز بتاع الامن بيكون للاعيب النادي الاهلي في الباصات، ان لعيبتنا تقعد 6 ساعات ما تقدرش تخرج من الاسماعيليه، هي دي كانت المشكله اللي للاسف بعض الاعلاميين بينفخوا بالفعل في النار
عشان يوصلوا الازمه لكده. عايز اقول لك حاجه مهمه يا احمد، عارف ايه اللي هيخلينا ما نعرفش نرجع نلعب في الاسماعيليه؟ والله العظيم الكلام ده بالظبط، الكلام بتاع ان انتوا مظلومين وكان النادي الاهلي هو اللي عمل حاجه خلتنا ما نلعبش في الاسماعيليه، والجمهور اتشحم بتاع الاسماعيلي. طول ما احنا بنعمل كده فعلا مش هنعرف نلعب في الاسماعيليه. والحاج عامر حسين حسم الامر، قال انا عشان النادي الاهلي هيلعب في القاهره فما ظلمش الاسماعيلي فقلت المباراتين يتلعبوا في برج العرب. اعتقد الامور واضحه تماما، اعتقد رساله للناس اللي ممكن تقول انتوا ليه بتتكلموا او بتتعرضوا. الحقيقه المفاهيم الخطا لازم تتغير. احنا هنا مبدانا من اول حلقه قلنا نتناول بلا تطاول، لان احنا في مسابقه واحده، احنا رد فعل بنرد على الافتراءات اللي بتكون على النادي الاهلي، بنرد بمنتهى الاحترام اللي اتعلمنا عليه او اتربينا عليه في النادي الاهلي، بنرد كمان من خلال حجج وبراهين وادله ثابته للجميع. انا مش معترض ابدا ان انت تتناول النادي الاهلي، انا معترض تماما ان انت تتطاول على النادي الاهلي، انا معترض تماما ان انت تجاوز في حق النادي الاهلي، بمغلطات. انا معترض تماما ان انت تتعامل معايا بمغالطات في حق النادي بالزبط. الاهلي، لان في الاهلي خط احمر مش هنسمح بكده. نشوفكم في حلقه جديده، سلام.